بجد التحيه ليك وبجد التحيه لكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. كالعاده طبعا هنا من استاد برج العرب مباراه النادي الاهلي وسموحه بمؤجله من الاسبوع ال 15، لكن بيسعدنا في هذه اللحظات انضمنا طبعا عضو مجلس الشعب الحاج طبعا فرج عامر رئيس لجنه الصناعه بمجلس الشعب. طبعا برحب بيك في البدايه حاج فرج، ويمكن كالعاده طبعا منور شاشه قناه النادي الاهلي، وبتكلم على التعاون الكبير كالعاده بين النادي الاهلي وبين سموحه. كالعاده طبعا النادي الاهلي وسموحه في تعاون كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. حابب تقولي الاول على الصفقه الاخيره، على التعاون، على التعاون بينك وبين الكابتن محمود الخطيب؟ حطينا في الاجواء كده حاجه فرق. لا هو طبعا انا عايز اقول ان الكابتن محمود الخطيب ده اخويا طبعا، وهو راجل يعني رمز الرياضه المصريه، وانا تربطني بيه علاقه من سنين طويله جدا من ايام ما كان هو لاعب، كلها حب واحترام وتقدير. وطبعا انا من اكثر الناس المحبه له والمشجعه له، وبتمنى له طبعا التوفيق. هو قادر على قياده طبعا سفينه النادي الاهلي، واحنا طبعا سعداء بيه جدا، واستقرار الاهلي ونجاح الاهلي ده حاجه مهمه قوي. لكن في نفس الوقت طبعا احنا بنتنافس منافسه شريفه. انا سعيد جدا ان ياسر ابراهيم طبعا راح الاهلي، وان شاء الله بنتمنى له التوفيق، وهو لاعب مميز جدا، وانا متاكد انه هيروح المنتخب الوطني، لان هو للاسف يعني كان مظلوم ظلم كبير قوي ان هو ما يروحش المنتخب الوطني. وباكد لجماهير النادي الاهلي ولكل النادي الاهلي ان هو مش لاعب مميز بس، لا، اولا عنده خلق عالي جدا، ده مش كلام، وبعدين يتميز كمان ان هو راجل ومحترم وملتزم. وبعدين انا عايز اقول لجماهير الاهلي ان في 6 من فريق الاهلي لعبوا في نادي سموح، يعني فطبعا ده شيء جميل. ويعني يكفي ان يعني ناصر ماهر يعني ده يعني طبعا ابن النادي الاهلي، بس هو كان في عينينا، وانا يعني من اول يوم جه كان كلامي للمدير الفني الاجنبي في ذلك الوقت، لان اتفاجئت بيه ان هو عايز يحط احتياطي في اول مباراه. قلت له بص يعني ناصر ماهر ده انت تحطه وتحط عليه الفريق، لان ده هيبقى احسن لعيب كوره في مصر، وانا شايف طبعا الكلام ده بيحصل يعني. وطبعا ايمن اشرف ابننا طبعا، وراجل قعد معانا 4 سنين وخمس سنين في منتهى الاحترام، واسلام محارب وحمودي وهشام محمد لعب عندنا 2 أو 3 سنين وتعالج عندنا، طبعا شيء جميل. فطبعا ده تعاون طيب وتعاون مرضي وتعاون محترم، ودي حاجة طول عمرنا احنا بنحبها، وطبعا نحب جدا نتعاون مع النادي الاهلي ونستمر. وبعدين احنا ياما خدنا لاعبين طبعا من النادي الاهلي يعني، وسعداء جدا طبعا، ولاعبي النادي الاهلي ساعدوا نادي سموحه مساعدات كبيره جدا، وقفونا على رجلينا، فده شيء جميل قوي. شكرا جدا حاج فرج، ودايما ان شاء الله كده يكون الدعم بين النادي الاهلي ونادي سموحه على طول ان شاء الله. اشكر سيادتك، شكرا.